ورجعنا لكم تاني في فاصل جديد وحلقة خاصة عن الخضار في برنامج الطباعة. لازم مش طباعة. أبو أحمد ورشا ورونا في الفاصل الأول إزاي نعرف الخضار الوحش من الخضار الكويس. شفنا الكوسة لما تصفر بتبقى عاملة إيه وعرفنا أصل قصة ما هي كوسة. أيوة. وشفنا الأرنبيط وشفنا البتنجان. شفنا حاجات كلها مش مطبوخة لسه هنعرف سر البطيخة اللي محيرة الدنيا كلها والحركة اللي انتوا بتعملوها دي. لا يا مدام تمام مش كده ولا ايه؟ مش تعملوها كده يا ابو احمد؟ صح. شفنا الخضار المش مطبوخ، هنشوف الخضار المطبوخ. شوف محسن النهارده عامل لنا طبق عباره عن 95% خضار و5% لحوم بيضاء. اسمه ايه الطبق بتاعنا؟ اسمه فيجيتابل تشيكن كاري. فيجيتابل تشيكن كاري ده اللي هو فراخ بالخضار وصوص الكاري. مظبوط. تمام. ما قدرنا ايه النهارده؟ ما قدرنا النهارده بصل، تمام، فراخ طبعا، جنزبيل، ثوم، كركم، بصل محمر، زبادي، سلة، مشروم، كزبرة فريش، جزر، كوسة، بطاطس، معنا صوص الطماطم. صوص الطماطم. طيب نبتدي؟ نبتدي. النار بتاعتنا سخنة؟ طبعا اكيد. الطاسة اوريدي جاهزة. تمام. هنحط الطاسة ومعنا هنحط زيت ذرة. زيت ذرة. تمام. زيت ذرة. تمام. تمام. نيجي اول حاجة كده نجيب البصل. هنديله بلانشي. ناخد سوتيه. سوتيه. حضرتك حطيت الزيت قبل ما ندخل طبعا قبل ما ندخل على اساس اوريدي تبقى الحاجه سخنه. واي زيت يمشي مش شرط ذره، يعني عباد شمس. هو زيت الذره عامه او عباد الشمس ممكن. لكن زيت الزيتون مش مستحب اللي هو في التسخين. يدخن جامد. يا سلام. كنت بتقول لنا انت هتورينا ازاي نعمل طبعا انا هوريكم النهارده الكاري ازاي يتعمل. طبعا عن طريق التوابل بتاعتنا احنا ممكن نجيب كركم، كزبره باودر، معانا شطه طبعا، حبهان باودر، ملح، فلفل اسمر، زي كده بالظبط التوابل الميكس عربي اللي بيقولوا عليها بتتباع عند العطار. فاحنا نفس الطريقه كده بنعملها بس بنزود عليهم الكركم. الكركم تبقى تمام. هي دي خلطه الكاري. تبقى خلطه الكاري يعني في البيت ممكن تعملها حضرتك ولا قراوله. تمام. مع الجينجر فريش او باودر، جنزبيل ده تمام. جنزبيل. وهنيجي معاه طبعا الكزبره الفريش او الخضره. تمام. هنيجي السبايسي، الشطه حسب الرغبه طبعا عشان في بعض اللي ما بيحبش الشطه. ايوه دي مش مشكله ممكن تضيفها بعيد عننا. يعني شايف كده لو قلنا كده في جمله واحده باودر بتاع الكاري بيتكون من 1 2 3 بيتكون من 1 2 3 ورق لورا، جوز الطيب، تمام، كزبره، فلفل اسمر، تمام تمام، ممكن نحط فيه قرفه، تمام، ممكن نحط فيه شطه طبعا سبايس حسب الرغبه، مع الفلفل الاسمر. تمام. طيب نرجع تاني للطبق بتاعنا. احنا كده دلوقتي ضربنا البصل، تمام، هنعلي عليه النار سوتيه ولا نسيب كده؟ لا هنعلي شويه النار عليه. تمام. ده غير البصل ده؟ ده غير البصل. ولا انت البصل ده احنا هنعمل بيه صوص كاري. تمام. تمام. محتاج مني ايه دلوقتي؟ محتاج ان احنا دلوقتي البصل اهو دي اوريدي هننزل بيها. هناخد ننزل بالفراخ. ننزل بالفراخ. تمام. ده فيليه. تمام. فراخ فيليه. الله الله ريحه عنيفة. طب يا شيف وانتوا في الاوتيل اختيار الفاكهه والخضار بيبقى ليه معايير؟ انا هعمل الطبق النهارده محتاج كذا كذا، ولا بتشتروا بالكم مثلا؟ لا هو حضرتك في بيبقى اوريدي اتفاق مع مورد زي ابو احمد كده بيبقى متخصص طبعا. أيوة. اللي هو يورد لنا حاجه زي كده. فطبعا احنا بناء اللي هو فندق 5 ستار فبتبقى كميه الطلبيه كبيره جدا. كميه كبيره. فبنطلب من ابو احمد مثلا اللي هو يجيب لنا مثلا كميه طماطم مثلا 100 كيلو او 150 كيلو. تمام. في خلال مثلا يوم هتكفينا او يومين. يوم؟ طبعا. الشغل كتير. 700 اوضه. 1200 زبون، يعني حاجه مش سهله. فطار غدا عشاء. اوريدي انت بتستخدمي في كذا حاجه، في السلطات، في الخضار، في كذا حاجه اوريدي بتشتغلي بالحاجات دي. غير اكل الاستاف. غير كافتيريا الاستاف. الاوبريشن بتاع الفنادق يا جماعه، اوبريشن او الاداره بتاعت الفنادق، المنظومه بتاعت الفندق منظومه كبيره قوي ومعقده. يعني تخيل انت فندق 1200 اوضه مثلا زي ما شيخ محسن بيقول. تمام. لو شغال مثلا نقول على 70% يعني بتتكلم في 900 اوضه قبل الشخصين. يا رب. 90% ان شاء الله. تكلمي مثلا في 1800 زياده عليهم مثلا 300 ستاف. 300 ستاف او 600 ستاف مثلا حسب امكانيات المكان نفسه. طبعا زي ما حضرتك شايف كده اوريدي الفراخ ابتدت تستوي معانا. مش هنستنى طبعا اللي هي تاخد السوا كامل، اللي لسه معانا حاجات ثانيه هنضيف عليها. الفراخ اللي هي الشريدد دي لو اللي متقطعه حتت رفيعه جدا بتاخد شويه وقت في التسويه عامه. تمام. هنبتدي بقى ننزل بالجنجر شويه، جنزبيل.
ده مش باودر ده فريش. طب في خضار معين مثلا ممكن تجيبه ويقعد معاك يعني يبقى عمره اطول من خضار معين؟ ايه خضار بالنسبه وفي الاوتيل مثلا لما تشتروا مثلا شحنه خضار ويبقى اشتريت كميه كبيره انا ما استعملتهاش كلها ما استعملتهاش كلها تقعد معانا وفي حاجات لا؟ ما احنا قلنا برضو كنا في الحلقه الاولانيه قبل ما نطلع الفاصل وقلنا كان مع ابو احمد اللي احنا ممكن نحتفظ بالحاجه عن طريق التسخين بالميه. لا ده بالنسبه للبروكلي تمام. لا ده ممكن للخضار يعني كله عامه. سؤال البروكلي بس سؤال يا شيف ايه الحاجات اللي في الفاكهه اللي في الخضار عمرها قصير؟ الحاجه اللي عمرها قصير بغض النظر عن طريقه التخزين تمام. ما هي اول حاجه قالها ابو احمد الكوسه تمام. تمام بعد كده الحاجات اللي هي مثلا الجرجير الخضره الكزبره الكوسه الحاجات دي كلها دي عمرها قصير. طبعا هننزل بشويه توم كده. احنا حطينا الزيت البصل نزلنا بالفراخ وبعدين نزلنا بالجنزبيل ودلوقتي نزلنا بالثوم ثوم سنه الثوم. طبعا في اغلبيه الوقت السيدات البيوت طبعا بيعملوا التوابل بيستعملوها في الاخر خالص. طب انا معلش مع اسف مع احترامي ليكم انا بحب اللي انا استعملها في الاول استعملها في الاول اللي تدي فليفر اعلى استفيد بيها في نص الوجبه نفسها. مفيش خوف طبعا مش هتحط التوابل بتاعتك في الاول مفيش مشكله. لا انا بوضح برضو الصوره احنا ثلاث رجاله احنا بنصطاد واحد بنوضح الصوره للمشاهدين اللي ممكن نحط التوابل في الاخر بس الفليفر بتاعها مش هيطلع اللي هو تمام. فده طبعا كركم اهو حط معلقه ده كركم بس كركم بس تمام تمام. طبعا كزبره. طب احنا التوابل كلها هتتحط انا هسالك سؤال يا شيف اتفضلي. الخضار بقى بتحطه في اخر الطبق حضرتك؟ الخضار احنا دلوقتي بعد ما حطينا التوابل بتاعتنا كلها زي ما شفت حضرتك بس لسه هنكمل طبعا الملح والفلفل أوكي. تمام والسبايسي حسب الرغبه يعني الشطه دي حسب رغبه اللي يعني حضرتك لو بتحبي يعني زي ما حضرتك تحبي اللي في بعض طبعا ما بيحبش الشطه تمام. الخضار بقى انت مقطعه رفيع؟ الخضار انا مقطعه رفيع وماخده طريقه اللي هي البلانشيه اللي احنا قلنا عليها. شوف عشان الاوبريشن يمكن بتاع المطابخ الخمس نجوم بيبقى سريع سريع جدا انت شفات مش عارف ايه اعمل يلا انا معايا تايم مرتبط بيه طبعا عشان خاطر الكلام ده كله. لا لا ولا يهمك. احنا دلوقتي قطعنا الخضار حتت شرايح صغيره تمام تمام وعلشان ما ياخدش وقت في السوا تمام. احنا هنحطه دلوقتي ولا هنحطه دلوقتي على طول؟ اوريدي حطينا التوابل البطاطس تمام كده الكوسه طبعا كوسه هتدهني وانا هشرب ماشي. المشروم مشروم بسله بسله تمام بسله فروزن ما تاخدش وقت مش كده؟ بسله فروزن ما تاخدش وقت معانا. كزبره كزبره بس بعد الجزر بعد الجزر ابو احمد هو المشروم ليه موسم ولا شغال على طول؟ طول السنه شغال على طول طول السنه شغال المشروم والكبيره احسن ولا الصغيره؟ طبعا احنا شغالين كده كبيره مش صوص الطماطم تبقاش لذيذه يعني في الاكل مثلا حضرتك معانا صوص الطماطم يعني بقى معانا دلوقتي على طول كان مش بحط حاجه خلاص هنحط صوص طماطم صوص الطماطم طبعا موجود معانا هنطلع الكبد بس من تحت اوريدي هنحط صوص الطماطم نزيد بيه زي ما احنا معانا زبادي طبعا احنا قلنا عليه في المكونات من الاول هنحطه على صوص الطماطم نفسه. اوكي. وهنضربه؟ لا لسه بقى هنحط البصل. جواه برضو؟ جواه. بس البصل محمر. البصل فرايتي. ده زي بتاع الكشري البصل؟ تمام بالظبط. مصر يا كريم. فكرني بالكشري. خلاص لا سنة كمان لسه شوية تمام اوريدي كده جاهز تمام كده البصل يتهرس خالص تمام يعني شايف حضرتك بقى معانا ازاي اوريدي ده الصوص جاهز كده تمام همشي وشي. طبعا بعد ما ضربنا كده معانا حضرتك البصل مع الصوص الطماطم والزبادي هننزل بيها على الخضار حلو ده لونه أنا لونه هندي يعني. لا هي الخلطة كده بقت واضحة وريحتها واضحة والطبق ابتدى ياخد شكل الخضار أعتقد إن هو كده
اوريدي في سنه القرمشه شويه طبعًا. مش كده يا شيف؟ طبعا اللي احنا خدناه لفه سوتين بعد كده. اه ما كل الاطباق الاسيويه والهنديه سريعه ما بتاخدش تحط كل حاجه على بعض وثانيه. اهم حاجه التجهيز طول ما التجهيز موجود كله حاجه واحده بط واحد ما تبقاش في وقت. انت عارفه يا رشا المشكله في ايه؟ مشكله كزبره دلوقتي. المشكله ان احنا لما بنيجي نطبخ طبعا هطبخ ايه النهارده؟ هطبخ تشيكن فيجيتابل كاري. طيب هات الفراخ، قطع الفراخ حط في القفه. ده انا نسيت الجزر. طب هات الجزر. لا انت الاول تشوف انت محتاج ايه وتحضره كله. تحضره كله صح والله. هو ده بياخد وقت لو رصص زي... كله قدامك فعلا حتى لا وزي ما شفنا الشيف لما بيبقى محضر حاجته الدنيا بتمشي سريع. طبعا احنا مجهزين اوريدي صوص الطماطم كان عندنا متأثر وتمام 100 فاوريدي كده ما خدش معانا وقت. طب نبتدي نسيرف بقى عشان نبتدي كده نسرفز الطبق عشان احنا شكلنا مش هنلحق ندوق يعني. لا هندوق ان شاء الله كل حاجه هندوق الفصل الجاي شكلنا. بس ريحه حلوه قوي يا شيف. تلحقوا تدوقوا ان شاء الله. ان شاء الله تلحقوا تدوقوا كل حاجه. ليك في الاكل الهندي يا ابو احمد؟ لا ما لكش في الاكل الهندي. بس الريحه اكيد مأثره عليك مش كده؟ لا جميل لازم تدوق بقى. هم جاينا هنزينا مثلا بشويه ريحان يا شيف. اه ممكن برده شويه كزبره كده فريش على الوش. اوكي ناخد بلدي زهره الريحان كده زي ما احنا. كريم انت طلعنا فاصل دلوقتي عشان ماشي نقدر نقول بالهنا والشفا. نطلعكم فاصل سريع او نطلعنا فاصل سريع. طبق فيجيتابل تشيكن كاري او فراخ كاري بالخضروات، فراخ بالكاري بالخضروات، اهداء الشيف محسن. الطبق دوت ان شاء الله ان شاء الله هترجعوا بعد الفاصل مش هتلاقوه كالعاده. بس مش قادر اقول لكم الريحه 10 على 10 الفاكهه 100 تسلم ايدك. نشوفكم بعد الفاصل في برنامج استباحه.